نعم والله عز وجل صراع القديم والصابين والكريم والحمد الصراع السابق خلينا نشوف الجوانب الصراع العملية متعلقة بصراع مثل النكاح مثلا سائل في مسائل السجود هل تكون مشتركة بين الأنبياء حسب شريعة المسلمين؟ هو المشترك بين الأنبياء المشترك في الشرائع في العقائد طبعا العقائد التي هي موجودة في شرعنا هي الموجودة في شرائع السابقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا دين الأنبياء واحد ولكن تختلف الشرائع المتعلقة بالفقهيات والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك وهذه في نفس الوقت الفقهيات لا يختلفون في كل شيء ولكن أصبحت الشريعة مهيمنة على الشرائع السابقة وناسخة لكل الشرائع السابقة وفي أشياء بقية من بقية الشرائع الأخرى لا يزال الشرع يعمل بها باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لأن الله جل وعلا قال فبهداهم اقتدى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بهم فكما بعض إسرائيل كان يصومون اليوم العاشر قال نحن أحق بموسى اليهود كانوا يصومون قال نحن أحق بموسى منكم هذا مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيضا في أول وقت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب يخالف أهل الكتاب ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة شرع له أيضا المخالفة فالأصل في العقائد عدم المخالفة والأصل في الفقهيات أيضا ما قرره النبي نبقى على ما هو عليه وما لم يرد فيه نص فالأصل نحن متمسكون بما نحن عليه وأما ما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا فينزل على حسب موارد الأدلة الشرعية اللي يمكن أن يوجد عندهم أو كشراء السابق ما يسمى سلفا كالسجود مثلا سجود إخوة يوسف أو سجود الملائكة هذه هل يمكن أن يوجد السجود عندهم سجود عندهم محرم لكن هل يسمى سلفا؟ لا ليس إطلاقا الأخ يقول سؤال جيد يقول طيب إذا كان يعني عندهم مثلا السجود يسمى عبا يعني عادة تحية هل يمكن يسمى مباشرة عندنا شركة وليس عندهم أقول عندهم وعندنا إن السجود على وجه العبادة شرك عندنا وعندنا إذا نحن متفقون علاقات الحكام أكثر متعلقات غيرهم فجعل هذا يعني التقارب لأنهم يدينون بعض الأشياء التي تجعل هؤلاء يفرحون بهذه الإدانة وهذه الحقيقة يعني مصيبة كبيرة جدا هؤلاء وين كانوا يعني يتفقون مع الحكام مثلا في إدانة مثل حدث معين لكن الرافضة يختلفون مع الحكام لأنهم لا يرون حاكما شرعيا لأنهم حتى يخرج الإمام المنتظر لا يرى الصوت خلف هؤلاء حتى يخرج الحاكم المنتظر عندهم أشياء يعني من الموبقات صرف النظر عن يعني معتقد أهل السنة الآخرين لا باعتبار التوافق الكلي في هؤلاء ولا كان نحن كمعاشر أهل السنة لدينا الرافض لدينا هؤلاء بما يوجب توجب الشريعة الرافض عندهم نواقض من أفضل الإسلام أشياء كثيرة كلعن الصحابة تحريف دعوة تحريف القرآن تحريف الأسماء والصفات بالكلية جملة وتفصيلة عندهم توحيد الإلهية ما عندهم النداء الأولياء والصالحين الربوبية الكون كله مخلوق من نور وأشياء كثيرة من هذا القبيل عند الرافضة فهذه أشياء يعني توجب علينا وعلى غيرنا تصنيف الكتب تصنيف الرسائل الحديث عن مكر الرافضة ومخططاتهم وما يتعلق بذلك توجب علينا في نفس الوقت كشف المؤامرات يعني ومخططات السرية للرافضة الرافضة كما قال عن ابن تيمية ابن تيمية ماذا يتحدث حدث رحمه الله تعالى في القرن السابع يقول حين دخل كفار العراق تأمل في الواقع القديم والواقع الحديث يقول كان هوى الرافضة مع اليهود ومع التثر لأنه مخلاط من يهود ونصارى ومشركين هذا الواقع الآن الواقع الآن يصور الرافضة الآن هواهم مع الصليبيين يدلون الصليبيين على بيوت المجاهدين في العراق يأخذون عوضا عن كل شخص 20 دولارا 30 دولارا 100 دولار وفي نفس الوقت الآن يبحثون عن السلطة من قبل كان أحد يتحدث عن أمريكا وعن ظلم أمريكا وعن الاحتلال الآن لما وعد بمواعيد وهمية من أمريكا أنه ممكن يكون يتولى ونصب الآن رئيسا على الحكومة المنتخبة كحاكم عبد العزيز فبالتالي بدأ الآن يتكلم على أهل السنة ويمدح الغرب ما يتعلق بذلك فهو في الحقيقة هؤلاء يتقلبون ليس لهم دين الرافض ما له دين أصلا ولا يثق في شيء من دينه إذا كان شخص يلعن أبا بكر يلعن عمر كيف أنا أثق فيه إذا كان شخص يقول القرآن بأيدينا ليس بالقرآن عندهم مصحف لعائشة إذا كان السنة يقول لا نؤمن بها لا جملة ولا تفصيلة لأنها جاءت من رواية المرتدين إذا كان الكون عنده مخلوق من نور إذا كان توحيد العبادة يا علي ترونه وتسمعونه في الحرم وبضرب الأبواب وما يتعلق بذلك هؤلاء ما عندهم دين ما عندهم مبا التقية 19 الدين كيف نثق بهؤلاء هؤلاء هواهم مع الصليب مع أعداء الدين لكن الواجب نحن علينا
أن نضع حصانة عند العامة بحيث يبتعدون عنهم مطلقا، لا يناظرون ولا يقرون منهم. العلماء دور العلماء في المناظرة والتوجيه والتوعية في من يبحث منهم عن الحق، ردود قوية في كشف واقعهم والمخططات السرية وتحذير، حتى لنا العلمانيين خير من الرافضة. يعني وجود علمانية خير موجودة الرافضة الذين يستأصلون شافة السنة من كل وجه ويلعنون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة. بالتالي محاولة كشف وفضح هؤلاء على مستوى الخاص وعلى المستوى العام، محاولة أيضا مزاحمتهم في بعض الأشياء التي ممكن لو أو حين يستطيعون السيطرة عليها يحصل ضرر على الإسلام، نزاحمهم في هذه الأبواب حتى إن لم نذيب أفعالهم وأقوال على أقل تقدير نخفف شرا في واقع المسلمين. التعامل معهم لأنهم الآن عمل بعض المدارس الآن أتعاون معهم في أي باب، يعني في أي باب أتعاون معهم؟ الأخذ والعطف بنفس المحنة الوظيفة، يعني ما في هنا يعني تعاون معهم، لأن ما تعاون معهم في الحقيقة لشخصه، تعاون معهم يوقع عمل، يعني أنا وإيان نرأس من قبل جهة أخرى مثلا كواقع من مصالح المسلمين، فبالتالي ما تعامل معنا كشخص، يعني تعامل معنا بما يوجب العمل فخذ وهات، لكن ما يعني أظهر له الولاء ولا أبدأ بالسلام وفي نفس الوقت أنصح له وأصنع كما كان السلف يصنعون معه وينصحونه ويوجهونه ويعلمون على قدر الطاقة، إذا كان ما عندي علم أعتزله، فلما اعتزله ما يعبدون الله ودزلتم وما يعبدون من دون الله، لأن هؤلاء عندهم من الشرك والله به عليم.